اهلا بكم، مرحبا بكم في ليتس تيست سنايبر اليت ناتسي زومبي ارمي. طلعت في 1 مارس 2013. شكون عملها؟ ريبليون، شركة انجليزية. على شنو يحكي الجو؟ المانيا باش تخسر الحرب العالمية الثانية، اما هتلر اكسكوت بلان دي اللي هو جيش زومبي. البوت نتاع ناتسي زومبي ارمي هو باش تقتل لي زومبي بالطبيعة، ماذا بيك تيما هيد شوت، مي حتى ضربة في الكرش يعني يموتوا، ولا حتى في القلب ويموتوا. اللي هنا كاتيب دو زومبي، الزومبي ستوندار يتحرك بشوية وأضعف واحد، لي سكولي يتحركوا في ساعة ويظهروا ديما اون جروب، وعندنا لي غانر زومبي كبار ياسر يموتوا كان بضربات في الراس، وعندهم ميتخيوز يعني هذوما تقريبا بالنسبة لي أنا أقوى وحيد. وانفان لي زومبي سنايبر ينقزوا من صح لصح، وعندهم سنايبر هذوما بحق خطر، خطر ما تنجمش تراهم ديما، و يعني بسنايبر تموت في ساعة. بالنسبه للجيم بلاي عجبني، فما تونسيون يشبه شويه ليفت فور ديد كات، يعني فما حاجات يشبه فام لي ليفت فور ديد كات. جي مقسم او ليفل، كل ليفل تحب لك فيه تقريبا ساعه. اتموسفير مزيانه تحسك بالحق تنافس في زومبي. نجيو للكونفيغوراسيون سيستم ركيز. على الاقل بنتيوم دوال 3 جيجا هرت، 2 جيجا دو رام، كارت جرافيك كومباتيبل ديريكت اكس 10 256 MB de mémoire، يعني ما لازمكمش PC قوي ياسر. غرافيزم اجو عادي، له خايب له طيارة. كهو ان شاء الله نكون عطيتكم فكرة على الجو، ونخليكم تكملوا تتفرجوا في الفيديو، ونقول لكم الى اللقاء. بسلامة الى الفيديو الجاي.